صحيح في جزء جديد لمسلسل هوس مايا. هالخبر مش صحيح، فلحد الآن تم إنتاج جزئين بس لهالمسلسل، الجزء الأول اللي عرض سنة 2016 والجزء الثاني اللي عرض في ديسمبر 2019، لكن اضطرت الشركة المنتجة لتوقيفه في أبريل 2020 بعد جائحة كورونا وصعوبة ظروف التصوير وقتها. ومع الأسف لحد الآن ما في أي خبر عن إكمال الجزء الثاني للمسلسل أو حتى إنتاج جزء ثالث، خصوصاً أنه مؤخراً نشر خبر أنه بطلة المسلسل جينيفر وينجت بتحضر لتصوير مسلسل جديد بقصة مختلفة. وفي معلومة عن هالنجمة، وهي أنه أول مشهد صورته جينيفر في هالمسلسل كان ممكن يكون آخر مشهد تصوره في حياتها. فخلال هالمشهد كان من المقرر أنه جينيفر تكون واقفة فوق مصعد إحدى العمارات اللي في طور البناء، وكان شريكها في بطولة المسلسل شيفين نارانك بيقف في أحد الطوابق، وكان من المقرر أنه المصعد يبدأ في النزول بشكل بطيء حتى تتمكن جينيفر من قول الحوار. لكن المفاجأة كانت أنه وقع عطب في المصعد وحتى في حزام السلامة اللي كانت بترتديه جينيفر، لكن لحسن الحظ لما بدأ المصعد في النزول بسرعة قفز شيفينغ وأنقذ جينيفر من السقوط وأثبت أنه فعلا البطل. وبعد ما تجاوزت جينيفر الصدمة قاموا بتصوير المشهد اللي ظهر في المسلسل.